مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع النجم الرياضي الساحلي، وبعد استقالة محمد المكشر اللي بارح من تدريب الفريق، هل تأكدت الاستقالة ام تراجع محمد المكشر على الاستقالة ذي، ام تم تعيين مدرب جديد للفريق؟ التفاصيل الكل ناخذها مباشرة من سوسة مع مراسلنا نجيب المجريسي. مرحبا نجيب. مرحبا بك مكي، تحليل تحليل يسمع فينا كل اللي حد لين مكي. مازال حتى شيء ما واضح، كل شيء سبق لي وين صحيح. كانت فما استقالة من محمد المكشر البارح، أعلن عليها خلال الندوة الصحفية ما بعد مباراة النجم ومستقبل سليمان، لكن اللي سمعناه أنه يمكن فما تمسك من إدارة النجم بخدمات محمد المكشر، وفما يمكن بعض الكلام اللي صار عبر الواسطات مش بين محمد المكشر وبين سي عثمان، لكن فما ممكن جلسة باش تصير في الساعات القليلة القادمة اللي باش تجمع الطرفين، يمكن يكون موجود فيها حتى زياد جزيري أعضاء آخرين من الهيئة المديرة، وباش يتم الاتفاق النهائي شو باش يكون القرار النهائي للهيئة المديرة وأيضا القرار النهائي لمحمد المكشر، لأنه نقولوا أنه فما تمسك بخدمات محمد المكشر. يعني حتى في الحديث اللي قاعد يتقال بدينا مع بعضنا نكملوا مع بعضنا، فما مسؤولية لازم يتحملوها الناس كل، فما ضغط زاد كيف لازم يتقبلوا محمد المكشر. أكيد في فريق كبير لازم تقبل الضغط وتقبل الانتقادات وتقبل حتى نوع من أنواع الكلاش من 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 الجماهير اللي كيما تشكر كيما تنقدك. المهم حسين ومكي باش يكون اليوم فما القرار النهائي، يمكن مساء اليوم بعد الاجتماع على باش يصير مع الهيئة المديرة، وإذا كان موجود فيه زاد محمد المكشر باش يكون موجود بنسبة كبيرة محمد المكشر في الجلسة اللي باش تكون مساء اليوم، والقرار النهائي أما باش يواصل المكشر أو باش تتطوي الصفحة والبحث على مدرب آخر يقود سفينة النجم الرياضي الساحلي. دونك نستناو شوية من هنا لليوم العشية أو في الليل نجم نعرف القرار النهائي اللي باش يكون من إدارة النجم الرياضي الساحلي. شكرا ليك نجيب المجريسي مرسلنا في سوسة. دونك اجتماع منتظر لهيئة النجم الساحلي مع محمد المكشر للحسم النهائي في موضوع الاستقالة متاعو. اليوم باش يتم سحب قرعة الرزنامة مباراة مرحلة البلاي اوف والبلاي اوت البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سحب قرعة الرزنامة باش يكون مع التسعة غير ربع لبرنامج التاسعة سبور في قناة التاسعة. اليوم بدأ بيعان تذاكر المباريات المؤجلة من دور 16 من كاس تونس. بالنسبة لمباراة الترجي ضد أمل جربة نهار الأربعاء في رادس، التذاكر موجودة في شبابيك ملعب المنزة اليوم وغدوة من 8 متاع الصباح للخمسة متاع العشية، ونهار الأربعاء من 8 لنص النهار. فيما يخص مباراة نادي الفريق ومكارم مهدية نهار الخميس، التذاكر موجودة في شبابيك ملعب زويتن بداية من غدوة بالنسبة لمباراة النادي الفريقي، وغدوة نهار الأربعاء من 8 للخمسة، ونهار الخميس من 8 لنص النهار. الأسوان في الزوز مقابلات 20 30 40 و 50 دينار، والفيراج مغلق للزوز مباريات. الملعب التونسي باش يستقبل النجم الساحلي في ثمن نهائي كاس تونس نهار الاحد الجاي خارج ملعب الهادي النايفر في باردو، بسبب العقوبة المسلطة على الفريق باللعب خارج ميدان ودون حضور الجماهير لمدة 3 مقابلات، ومازال ما تمش تحديد ملعب لاحتضان المقابلة هذه. متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ونادي كولن الألماني إلياس السخيري موجود في التشكيلة المثالية للجولة 20 من البطولة الألمانية. نذكر أن إلياس السخيري تألق البارح مع فريق كولن وسجل ثنائية في شباك أينتراخت فرانكفورت. أنس جابر حافظت على المركز الثالث عالميا في تصنيف محترفات التنس اللي صدر اليوم، فارق 890 نقطة على سابالينكا في المركز الثاني، وفارق 210 نقاط على جيسيكا بيغولا في المركز الرابع. تمارين باريس سان جيرمان شهدت اليوم مشاركة كيليان مبابي وليو ميسي مع المجموعة قبل مواجهة البايرن غدوة في ثمن نهائي في ذهاب ثمن نهائي رابط الأبطال الأوروبية، لكن تبقى المشاركة متاعهم إلى حد اللحظة هذه غير مؤكدة بالنسبة للزوز ملعبية كسوا ميسي ولا كيليان مبابي. كيف فيراتي اللي مشاركته ما زالت مش مؤكدة كان حاضر اليوم في التمارين. أبرز المباريات اليوم خارج تونس في البريمير ليج 9، ديربي المرسي سايد ليفربول وإيفرتون. في إيطاليا 6:30 فيرونا مع ساليرنيتانا فريق ديلان برون، 9:15 سامدوريا مع الإنتر، وفي إسبانيا 9 متاع ليل إسبانيول ضد ريال سوسيداد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات.